بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الرابع والأخير في الـ conic sections الـ equation of hyperbola. احنا قلنا في الـ conic sections عندنا أربع حاجات: circle, parabola و ellipse، وآخر واحد فيهم هو الـ hyperbola. هنشوف إيه شكل الـ hyperbola وإزاي نجيب الـ standard form الـ equation of hyperbola، وإزاي نسكتش الـ hyperbola سواء في الـ standard form أو في الـ general form. زي ما قلنا قبل كده، الهايبربولا بيجي لو انا عندي دبل كون وبانترسكت الدبل كون ده ببلين، بحيث بيقطع الهاف كون اللي فوق والهاف كون اللي تحت في كيرفات. فشكل الكيرف ده والكيرف اللي تحت، النصين دول هم شكل الهايبربولا. فالهايبربولا بيتكون من تو برانشز، مش مفيش بينهم انترسكشن، يبقى الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت ده هم شكل الايكويشن اوف هايبربولا. طيب، زي ما شفنا ان الايكويشن بتاع الهايبربولا الجراف بتاعها عنده two disconnected parts، كل بورت منها بنسميه branch، فده اسمه branch of hyperbola، وعنده branch تاني، فعنده two disconnected branches. طيب، الهايبربولا عنده these two disconnected branches، وعنده كمان focus وfocus، فعنده two foci زي الالبس برضو كان عنده تو فوكاي. وهنقول ايه الديفينيشن بتاع الهايبربولا اللي جاي من التو فوكاي دول بعد شويه. طيب، لو عملنا لاين سيجمنت بتوين التو فوكاي، لو وصلنا بينهم هي انترسكت البرانش الاولاني في بوينت بنسميها فيرتكس، والبرانش الثاني في بوينت تانية اسمها فيرتكس. فانا عندي الانترسكشن بتوين اللاين سيجمنت وما بين التو برانشز، دول اسمهم الـ vertices of hyperbola. لو وصلنا ما بين الـ two vertices دول، الـ length ده بنسميه transverse axis، ده اسمه transverse axis، هو distance between two vertices of hyperbola. الـ midpoint بتاعة الـ two vertices أو الـ two foci، الـ midpoint اللي هي هنا اسمها الـ center of hyperbola. يبقى انا دلوقتي عندي شويه البروبرتيز بتاعت الهايبربولا، عنده تو فوكاي، عنده تو فيرتسيز، عنده سنتر، وكلهم على ستريت لاين واحد، الخمسه دول زي ما كان في الالبس بالظبط، وعنده تو ديسكونكتد برانشز، وعنده حاجه اسمها ترانسفيرز اكسس. ناخد بالنا في الالبس كان في حاجه اسمها ميجور اكسس وماينور اكسس، هنا عندي حاجه اسمها ترانسفيرز اكسس، والميد بوينت بتاعتها هي السنتر، والسنتر دي الميد بوينت ما بين التو فيرتيز وما بين التو فوكاي. في السلايد اللي فاتت كان الترانسفيرس اكسس بتاع الهايبربولا كان هوريزونتال، ممكن يكون الترانسفيرس اكسس بتاع الهايبربولا يكون فيرتيكال ترانسفيرس اكسس، وفي الحالة دي هيبقى برضو الهايبربولا بتاعي عنده تو برانشز وعنده تو فوكاي وعنده ترانسفيرس اكسس في الحاله دي فيرتيكال، وطبعا دي اسمها فيرتكس اللي هو الانترسكشن بتاع اللاين سيجمنت ما بين التو برانشز، برضو اسمهم التو فيرتيز، والسنتر او الميد بوينت بتاع الترانسفيرس اكسس برضو اسمه السنتر. وفي الحاله دي خد بالك التو فوكاي والتو فيرتيز والسنتر كلهم على فيرتيكال لاين واحد، يبقى انا عندي two standard forms للهايبربولا، ممكن يكون هايبربولا الترانسفيرز اكسس بتاعه يكون vertical، او زي اللي فات ممكن الترانسفيرز اكسس بتاعه يكون horizontal. طيب، في algebraic definition للهايبربولا. algebraic definition بيقول ايه؟ الهايبربولا is the set of all points on the plane for which the difference of the distances to two fixed points called foci is a positive constant 2a. يعني الديفينيشن بتاع بنقول اي بوينت على الهايبربولا الديستنس ما بينها وما بين الفوكس الاولانيه، يعني لو شفت الديستنس ما بينها وما بين الفوكس دي وليكن دي والديستنس الثانيه دي للفوكس الثانيه، كان في الالبس الصم بتاعهم ايكوال كونستنت اللي هو الميجور اكسس، في الهايبربولا بقى الديفرنس بتاعهم هو اللي كونستنت، يعني دي 2 هنا minus d1 equal constant، والconstant ده هنشوف بعد شوية ان هو 2a. طيب، واحد يقول لي طيب
ليه عملنا absolute value كده؟ لأن ممكن البوينت تكون هنا، ففي الحالة دي الديستانس للفوكس دي هي اللي هتكون أكبر، فده ماينس الديستانس دي هي الـ constant equal to a. فعشان كده عملنا absolute value إن الديستانس لفوكس ماينس الديستانس للفوكس التانية كـ absolute value equal to a. طب ليه الـ constant ده equal to a؟ لو فرضنا إن البوينت بتاعتي دي في المكان ده، فالديستانس للفوكس الأولانية وليكن اللي هي الديستانس دي كلها، خد بالك الديستانس دي هي 2a بلس الديستانس دي، طيب ماينس الديستانس للفوكس التانية، الديستانس للفوكس التانية اللي هي الديستانس من الفيرتكس للفوكس، خد بالك في سيمتري، الحتة دي ايكوال الحتة دي، فلما نقول الديستانس دي كلها للفوكس الأولانية ماينس الديستانس دي فيطلع كام؟ 2a، فعلشان كده الكونستانت ده في الحالة دي ايكوال 2a. تعال نعمل ديريفيجن للايكويجن بتاعه الهايبربولا في حاله ان الريل اكسس او الترانسفيرس اكسس بتاعه يكون هوريزونتال، ده اسمه ترانسفيرس اكسس او اسمه ريل اكسس لو ده هوريزونتال كده. علشان اجيب ايكويجن بتاع اي حاجه لازم احط اكسيز، عايزين اكس وواي، انسب اماكن للاكسيز في الهايبربولا ان السنتر اوف هايبربولا هو الارجن، لو حطيت السنتر اوف هايبربولا هو الاوريجن فده انسب مكان للاكسيس بتاعت الهايبربولا. طيب فلو هنا السنتر هو الاوريجن وهنقول الريل اكسس او الترانسفيرس اكسس ده اسمه 2a، فنقدر نقول التو اكسيس ده a و0 والتانيه دي ماينس a و0، وهنفرض ان الديستانس من السنتر لغايه الفوكس دي هنفرض انها ايكوال c، يبقى الفوكس دي سي وزيرو والفوكس التانية برضو نيجاتيف سي وزيرو، ونقدر بقى نقول البروبرتي بتاعت الهايبربولا ان الابسولوت فاليو للديستانس لفوكس ماينس الديستانس للفوكس التانية ايكوال كونستانت اللي هو 2a. طيب الديستانس اكس ماينس سي، انا بشوف بقى الديستانس دي اهي، يبقى اكس ماينس سي سكويرد واي ماينس زيرو سكويرد ماينس الديستانس التانية دي، يبقى اكس ماينس ماينس يبقى بلس سي، والواي ماينس 0 سكوير دي ايكوال 2a. ممكن بقى تسمبليفاي تشيل الابسولوت فاليو انك تعمل بلس اور ماينس وبعد كده تودي ده الناحيه الثانيه وبعد تعمل سكويرنج وتقعد تسمبليفاي، البروف طويل شويتين، بعد السمبليفيكيشن الطويل قوي هنوصل في الاخر كده اكس سكوير اوفر اي سكوير ماينس واي سكوير اوفر سي سكوير ماينس اي سكوير ايكوال 1. لاحظ ان السي هي الديستانس من هنا من السنتر لغايه الفوكس، دي كلها سي، والA من السنتر لغاية الفيرتكس، لازم الC دي greater than A، معروف إن C أكبر من الA، فنضمن إن C squared minus A squared ده positive value، الـ C squared minus A squared ده رقم هنسميه P squared، فتطلع الـ equation بتاعت الـ hyperbola X squared over A squared minus Y squared over P squared equal 1. واضح إن في شبه كبير جدا ما بينها وما بين الـ equation of ellipse، إن هنا في الهايبربولا ماينس لكن في الالبس بلس، والبي سكوارد ايكوال سي سكوارد ماينس اي سكوارد كانت مختلفه شويه في الالبس. بنفس الطريقه تقدر تستنتج الايكويجن اوف هايبربولا لو كان الريل اكسس او الترانسفيرس اكسس بتاعه فيرتيكال. احنا اتفقنا ان اللينث دايما بتاع الترانسفيرس اكسس هنسميه 2a، يبقى الفيرتكس دي 0a والتانية 0 نيجاتيف a، والفوكس 0 c و 0 ماينس c، ونلاحظ كلهم على ستريت لاين واحد، وهنحط السنتر هي الاوريجن، وهتعمل نفس البروبرتي برضو الابسولوت الديستانس دي ماينس الديستانس دي ايكوال 2a، وبعد السمبليفيكيشن بنفس الطريقة بالظبط هتوصل ان y سكويرد اوفر a سكويرد ماينس x سكويرد اوفر b سكويرد ايكوال 1، ونفس الرول ان c سكويرد هي a سكويرد بلس b سكويرد. ملاحظ في حالة الفيرتيكال الواي سكويرد قدامها بوزيتيف، وفي الحالة اللي فاتت لما كان هوريزونتال الاكس سكويرد كان اللي قدامها بوزيتيف. طيب تعالى في السلايد اللي جاي نحط سمري على اللي احنا عملناه ونشوف الاختلاف ما بين لما يكون الريل اكسس هوريزونتال ولما يكون فيرتيكال نعمل ايه. طيب تعالى نشوف السمري بتاع الستاندرد فورم للايكويجن اوف هايبربولا في حالة انه كان هوريزونتال الترانسفيرس اكسس. لو انا عندي هايبربولا بالمنظر ده وكل التو فيرتسيز والتو فوكاي من السنتر على الاكس اكسس، وده ستاندرد فورم فالسنتر بتاعته هي الاوريجن. طيب
فنقدر نقول الايكويجن احنا استنتجناها من شويه اكس سكويرد اوفر اي سكويرد ماينس واي سكويرد اوفر بي سكويرد ايكوال 1. لو عملت كومبيرنج ما بينها وما بين الاليبس الهوريزونتال هتلاقي تقريبا نفس الشكل، بس هنا ماينس وهنا ايه بلس، فكأن البي سكويرد دي لو شلناها بنيجاتيف البي سكويرد نجيب الايكويجن او هايبربولا. هتلاقي كل الايكويجنز بتاعت الاليبس لو شلت بي سكويرد بنيجاتيف بي سكويرد هتلاقيها تطلع الايكويجنز اوف هايبربولا. طيب الهايبربولا ده طبعا السنتر بتاعته الاوريجن، وكمان الترانسفيرس اكسس بتاعته ايه، وكلهم على هوريزونتال لاين. طيب كان في الاليبس في حاجه اسمها ميجور اكسس وماينور اكسس، ليه هنا مفيش غير ريل اكسس بس مفيش حاجه تانية؟ طيب تعال نشوف، لو احنا حطينا واي بزيرو يعني عايزين نجيب الانترسكشن بتاع الهايبربولا مع الاكس اكسس، علشان تجيب الانترسكشن مع الاكس اكسس المفروض هيطلعوا التو بوينتس دول اللي هم الفيرتسيز. حط واي بزيرو، لو حطيت الواي بزيرو يطلع اكس سكورد باس سكورد فيطلع اكس بلس اور ماينس اي، يبقى التو فيرتسيز دي اكس ايكوال اي والثانيه دي اكس ايكوال نيجاتيف اي، ده منطقي. طب لما نيجي نحط، عشان كده ده ريل اكسس في بوينتس موجوده فعلا، لما نيجي نحط بقى الاكس هي اللي بزيرو علشان نشوف الانترسكشن مع واي اكسس، اصلا واضح ان التو برانشز دول مفيش انترسكشن بينهم وبين واي اكسس. تعال نتاكد، لما تحط اكس بزيرو فيطلع واي سكورد ايكوال نيجاتيف، مفيش حاجه سكورد بالنيجاتيف، يعني نو انترسكشن ويز واي اكسس، ما عنديش. في بعض الناس بيعتبروا ان في لينث هنا اسمه 2 بي زي ما كان هنا في 2 اي، هو ترانسفيرس اكسس، وكان في الاليبس في 2 اي الميجر و 2 بي اي الماينور. ساعات بيعتبروا ان في حاجه اسمها هنا 2 بي بيسموها imaginary axis، لكن احنا هنا مفيش intersection مع y axis خالص. فانا عندي دلوقتي ال 2a هو ال transverse axis، يبقى ال vertex دي a و 0 وال vertex التانية negative a و 0 والفوكس الاول نية c و 0 والفوكس التانية negative c و 0، وفي relation between a و b و c ناخد بالنا ان c greater than a، فنقدر نقول ان c squared minus a squared هي ال b squared، او c squared هي a squared plus b squared. ولو هتفتكر انها كانت في الالبس ايكوال كام اللي هو الالبس الهوريزونتال، فكانت سي سكورد هي اي سكورد ماينس بي سكورد، كان زمان الاي هي اللي اكبر من البي كنا نقول اي سكورد ماينس بي سكورد، هنا السي هي اللي اكبر من الاي فنقول سي سكورد ماينس اي سكورد ايكوال بي سكورد. طيب تعال نشوف لما يكون في الاكسس فيرتيكال مش هوريزونتال، نشوف الستاندرد فورم للايكويجن اوف هايبربولا في حاله ان الترانسفيرس اكسس بتاعه يكون فيرتيكال. فلو الترانسفيرس اكسس بتاعي كان فيرتيكال كده وعلى واي اكسس، السنتر هي الاوريجن، التو فيرتسيز التو فوكاي كلهم على واي اكسس، وقلنا التو فيرتسيز هيبقوا 0 و a و 0 و نيجاتيف a، والتو فوكاي هيبقى 0 و c و 0 و ماينس c، والايكويجن بتاعتي y سكويرد اوفر a سكويرد ماينس x سكويرد اوفر b سكويرد ايكوال 1. طيب والريليشن بتوين A و B و C زي الهوريزونتال بالظبط. طب انت لو عندك ايكويجن قدامك بقى بالارقام، انت تعرف منين انها الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ في حاله الالبس اتفقنا بايه؟ نخلي الرايت هاند سايد واحد ونشوف الرقم الكبير هنا، ده الكلام ده في حاله الالبس، لكن في حاله الهايبربولا احنا بنخلي الرايت هاند سايد واحد ونشوف مين اللي معاه بوزيتيف ساين. لو كان البوزيتيف مع الواي يبقى النوع الفيرتيكال، لو كان البوزيتيف مع الاكس زي السلايد اللي فاتت يبقى هو النوع الهوريزونتال. يبقى ناخد بالنا نوع الهايبربولا من البوزيتيف، لو البوزيتيف مع الواي يبقى الفيرتيكال، بوزيتيف مع الاكس يبقى هو هوريزونتال، ولازم سي تكون جريتر ذان الاي، لكن الاي والبي مش مشكله، ممكن الاي ايكوال بي او الاي جريتر ذان بي او الاي ليس ذان بي، مش هي دي المشكله خالص، لكن السي لازم تكون جريتر ذان الاي. واللي بيحدد نوع الهايبربولا فيرتيكال ولا هوريزونتال البوزيتيف والنيجاتيف. نشوف اكزامبل على الهايبربولا، given the equation of hyperbola x squared over 25 minus y squared over 16 equal 1، وعايز الفيرتيز وعايز الفوكاي وبين لي شكل الهايبربولا ايه. طبعا ده ستاندرد فورم، الرايت هاند سايد واحد، يبقى ده يا هوريزونتال يا فيرتيكال. طب اعرف منين ان هو هوريزونتال او فيرتيكال؟ الرايت هاند سايد واحد، ابتدي اشوف البوزيتيف مع مين، البوزيتيف مع الاكس يبقى ده الهوريزونتال ترانسفيرس اكسس، يبقى انا عندي ترانسفيرس اكسس كده على اكس اكسس، وهيبقى عندي برانش هنا وعندي برانش الناحيه الثانيه، وال 25 دي هي اللي اسمها اي سكوارد، وال 16 هي اللي اسمها بي سكوارد، يبقى اي سكوارد ب 25 ومنها الاي ب 5. جبت الاي ب 5
يبقى عرفت الـ two vertices، الـ vertex دي 5 و 0 والـ vertex التانية دي negative 5 و 0. طيب عرفت كده من الـ A عرفت الـ two vertices بكام. طب من الـ B بقى squared الـ B squared 16. طبعا أنا ما عنديش حاجة هنا على y axis، لكن الـ A والـ B عندي الـ A وعندي الـ B، أقدر أجيب الـ C بالفورميلا دي، C squared هي A squared plus B squared، فيطلع C squared 41 ومنها C root 41. الـ C دي عرفتها، يبقى أنت عرفت المكان الـ 2 فوكاي. أدي الـ center، امشي كده مسافة C نوصل للـ first focus، يبقى دي هتبقى root 41 و 0، وارجع كده الناحية التانية C هيبقى دي negative root 41 و 0. يبقى أنا جبت كده الـ 2 vertices، جبت الـ 2 فوكاي، وعرفت إن نوعه الـ real axis بتاعي هو الـ horizontal. نشوف example كمان على الـ vertical hyperbola. نفس السؤال اللي فات، والـ equation بتاعتي y squared over 25 minus x squared over 16 equal 1. نفس الحاجة بالظبط، بس حطينا الـ positive مع الـ y والـ negative مع الـ x. خد بالك الـ positive دايما بنسميه a squared، واللي مع الـ negative بنسميه b squared. يبقى ده الـ vertical، الـ positive مع الـ y، يبقى الـ real axis على الـ y axis، ويبقى 2 branches كده. طيب الـ positive هنسميه الـ a squared، يبقى الـ a squared بـ 25، يبقى الـ a بـ 5. ومن الـ a دي يبقى عرفنا الـ 2 vertices بكام، يبقى دي 0 و 5 و 0 و negative 5، يبقى عرفت الـ 2 vertices. طيب الـ b squared بـ 16 اللي هي مع الـ negative اللي هي مع الـ x، الـ a والـ b نجيب منها الـ c فهتطلع برضو 41، ومنها نجيب الـ c هي root 41، ونطلع c فوق يبقى الـ first focus root 0 و root 41، والـ second focus 0 و negative root 41. طيب نشوف الـ example ده. find the standard form of the equation of hyperbola with foci at 0, negative 5, 0, 5 وال vertices من 0, negative 3 و 0, 3. طيب ناخد بالنا، ادي الـ x axis والـ y axis، وهو مديني أماكن الفوكاي وأماكن الفيرتسيز. الفيرتسيز 0 3 و 0 نيجاتيف 3 و 0 5 و 0 نيجاتيف 5. لو وصلت ما بين الفيرتسيز والفوكاي، احنا اتفقنا ان كلهم بيبقوا على ستريت لاين واحد، فالستريت لاين ده فيرتيكال، يبقى الهايبربولا اللي عندي ده هيكون فيرتيكال ترانسفيرس اكسس، هيكون البوزيتيف مع الواي والنيجاتيف هو اللي مع الاكس. عشان اجيب الايكويشن لازم اكون عارف الاي والبي. طب يا ترى هو جيفن ايه؟ given الـ 2 vertices، الـ distance دي هي اللي اسمها 2a، فأنا عندي دلوقتي الـ center بتاعي هو الـ midpoint ما بينهم وهو الـ origin، والـ 2 vertices أنا عارفهم 0 3 و 0 minus 3، يبقى نقدر نقول الـ equation بتاعك هتطلع بالمنظر ده: y squared over a squared minus x squared over b squared equal 1، الـ positive مع الـ y والـ negative مع الـ x، علشان الـ transverse axis بتاعي مع الـ y الـ axis. عايز عشان اجيب الايكويشن لازم اكون عارف الاي وعارف البي. الاي معروفه لان ال2 دي 0 a و0 ماينس a، يبقى الاي عارفها ب3. طيب عايز اجيب البي، انا عارف من الفوكاي اللي هي السي، السي اللي عندي كل ده اللي هي 5، يبقى انا عارف ان السي ب5. فروم a وسي نقدر نجيب البي من الفورمولا دي، السي سكورد هي a سكورد بلس b سكورد، وتقدر تطلع البي سكورد ب16. عرفت الـ a squared من هنا بـ 9 والـ b squared بـ 16، يبقى الـ equation بتاعت الـ hyperbola ده y squared over 9 minus x squared over 16 equal 1. في property موجودة في الـ hyperbola اسمها الـ asymptote lines، ما كانتش موجودة في الـ conic sections اللي قبل كده، لا circle ولا parabola ولا ellipse. الـ asymptote lines دي مرتبطة بإن الـ curve هو رايح لـ infinity. الـ asymptote lines دي بتظهر لما الكيرف يقرب لانفينيتي، سواء الاكس هي اللي بتقرب لانفينيتي او الواي بتقرب لانفينيتي او بوث اكس اند واي بتابروتش تو انفينيتي. فالكيرف ده كده وهو ماشي رايح لانفينيتي، فهنلاقي فيه ستريت لاين كانه بارير، ده الكيرف بيفضل ماشي جنبه وهو رايح لانفينيتي. طيب تعال نشوف الايكويشن اوف اسيمتوتس اوف هايبربولا شكلها ايه. هنبدا بالهوريزونتال، النوع الهوريزونتال اللي هو الترانسفيرس اكسس بتاعه موجود على الاكس اكسس. هنقول اكس سكورد اوفر ا سكورد ماينس واي سكورد اوفر بي سكورد ايكوال 1. هعيد كتابته، هودي الاكس الناحيه الثانيه وهجيب الواي سكورد ايكوال كام، فيطلع واي سكورد
نقدر نقول هنودي ال y squared الناحية التانية ونجيب ال 1 هنا. y squared over b squared هي x squared over a squared minus 1. و multiply both sides في b squared وتقدر تاخد x squared over a squared common factor فيطلع شكلها كده. طب ليه انا كتبتها بالمنظر ده؟ كتبتها بالمنظر ده علشان لما بقول ال x او ال y يروحوا ال infinity، ال infinity دي عشان تتشال لازم تكون في الدنومينيتور تحت. يعني لو بصيت معايا الجزء ده لما ال x approach to infinity شور ان الجزء ده هيصغر يصغر وي approach to zero، فهنلاقي ال dominant value لل y هتبقى الشكل ده. فعند ال infinity شور الجزء ده بي approach to zero والكيرف هيتحول الى y equal plus or minus b over a في x. يعني وانا رايح لانفينيتي كأن الجراف بتاعي هيبقى two straight lines اللي هم y equal plus or minus b over a x، هم دول الاكويجن اوف تو asymptotes. خد بالك ده بيعدي بالسنتر بتاع الهايبربولا، واحد هنا y equal b over a x والتاني هنا y equal negative b over a x، هم دول اسمهم ال two asymptotes of hyperbola plus or minus b over a x. ناخد بالك ال two asymptotes دول ممكن بسهولة نقدر نرسمهم ازاي. انا عارف ان ال length ده اسمه 2a، فالdistance دي اللي هي من ال center لغاية ال vertex اسمها a. طيب في length اسمه 2b هنا مش على الجراف ولا حاجة لكن هنا 2b. لو انت عملت rectangle كده بال length بتاعه 2a وال width بتاعه 2b هتلاقي ال diagonals بتوع الريكتانجل ده هما ال two asymptotes، لأن السلوب بتاع b على a و negative b over a. فلو مسكت في ال straight line ده هتلاقي ال vertical distance دي b a و a ال b، ال vertical دي b وال horizontal دي a، فالسلوب بتاعي b over a. ولو شفت ال straight line التاني ده هتلاقي ده b وده negative a، فالسلوب بتاعي هو b over negative a. فالتو يبقى أنا لو رسمت ريكتانجل السنتر بتاعه هو الاوريجن، اللينث بتاعه 2a والويدث بتاعه 2b، فالتو دياجونالز اوف ريكتانجل هما التو اسيمتوتس. طيب نفس الكلام تقدر تبروف الفورمولا لما يكون عندي فيرتيكال اللي هما ال 2a موجودة على y axis. الايكويجن بتاعتي x squared over a squared minus y squared minus x squared over b squared. تقدر تتبع نفس الستبس بالظبط، هتلاقي ال two asymptotes بتوعك y equal plus or minus a over bx، y equal a over bx، y equal negative a over bx، ونفس الريكتانجل بالظبط. تعمل ريكتانجل 2a و 2b، ال two diagonals of rectangles هما ال two asymptotes بتاعنا. فالسمري سواء كان vertical او horizontal تعمل ريكتانجل سايد منه 2a والسايد التاني 2b، وصل ال two diagonals of rectangles هيطلع ال two asymptotes. في حالة ال vertical فال two asymptotes هيبقى y equal a over bx و y equal negative a over bx. في حالة ال horizontal هيطلع b over a و negative b over a. طيب احنا ممكن نحط steps اللي هنعملها علشان نعمل graph ل hyperbola، والهايبربولا ده يكون centered at the origin، يعني يكون standard form سواء كان horizontal أو vertical. أول حاجة بلوكيت ال vertices. طبعا أنا عندي الإكويجن بتاعة الهايبربولا، هحدد نوعه وأجيب ال A وال B وال C وأحدد مكان ال vertices بتاعتي 0A و 0 negative A أو A و 0A و minus 0. جبت ال A وال B نعمل ال dashed line، نرسم الريكتانجل بتاعي اللي عنده side بـ 2A والسايد التاني بـ 2B، نوصل الدياجونالز بتوع التوري الريكتانجلز، يبقى التو دياجونالز دول هما التو اسيمتوتس بتوعي. وبعدين نرسم التو برانشز على حسب هو فيرتيكال ولا هوريزونتال. طيب نشوف اكزامبل جراف اند لوكيت ذا فوكاي اوف ذا هايبربولا اكس سكويرد اوفر 36 ماينس واي سكويرد اوفر 9 ايكوال 1. وات ار ذا ايكويجن اوف اسيمتوتس؟ طيب أول حاجة حدد نوع x squared over 36، يعني البوستيف مع الـ x والنيجاتيف مع الـ y، يبقى ده النوع الـ horizontal. طيب نعرف بقى الـ a والـ b، الـ a squared بـ 36 والـ b squared equal 9، يبقى أنا عرفت الـ a وعرفت الـ b، يبقى أنا عرفت الـ two vertices. أول حاجة ده الـ horizontal، يبقى الـ vertex الأولانية اللي هي بالـ a، الـ a بـ 6، يبقى نروح كده ناحية اليمين 6
نوصل للفيرتكس الأولانية، ارجع شمال 6 توصل للفيرتكس الثانية، يبقى 6 و 0 و نيجاتيف 6 و 0. يبقى احنا حددنا التو فيرتسيز. بعد كده بقى من الـ A والـ B نقسم التو اسيمتوتس. انا عرفت الـ A سكورد بـ 36 يبقى الـ A بـ 6 و B سكورد بـ 9 يعني الـ B بـ 3. طيب ارسم بقى ترانجل سايد منه 2A يعني 12 والسايد تاني 2B اللي هي 6. نرسم الترانجل بتاعي وبعدين نوصل التو دياجونالز بتوع الريكتانجل نقدر نجيب التو اسيمتوتس. طبعا الدياجونالز بتاعتي هنا 6 و 0 و نيجاتيف 6 و 0 و 0 و 3 و ماينس 0 و 3 اللي هي 0 بي و 0 نيجاتيف بي و اي و 0 و نيجاتيف اي و 0. وصل التو دياجونال بتوعه يبقى جبنا التو اسيمتوتس عندي. طيب التو اسيمتوتس الايكويشنز بتاعتهم y equal plus or minus p over ax، هنا ال b ب 3 وال a ب 6 يطلع y equal plus or minus half x. يبقى الاسيمتوت ده y equal half x والاسيمتوت التاني y equal negative half x. يبقى انا جبت الايكويشن of two asymptotes. فاضل لي بقى نرسم التو برانشز بتوع الهايبربولا. طبعا بيترسموا من الفيرتسيز، يا ترى الفيرتسيز بتوعي هنا ولا الاثنين دول؟ طبعا انا عارف ان ده هوريزونتال، فالتو فيرتسيز عندي 6 و 0 ونيجاتيف 6 و 0. يبقى هنعمل برانش من الناحيه دي والبرانش الثاني الناحيه الثانيه. فنرسم التو برانشز بتوعي من 6 و 0 ونيجاتيف 6 و 0. طيب اخر حاجه بقى نجيب التو فوكاي. انا عندي الاي والبي، هات الفورمولا بتاعت السي، سي سكورد هي اي سكورد بلس بي سكورد، ومنها ال C squared ب 45، ومنها C positive or negative root 45. تيجي من هنا امشي root 45، هات ال first focus، ارجع الناحية الثانية negative root 45، هات ال focus الثانية. يبقى انا كده عرفت ال two foci بتوعي positive or negative root 45 و 0. طيب لو ما كانش الهايبربولا بتاعي كان ستاندرد فور، ما كانش السنتر بتاعه هو الاوريجن، كان السنتر بتاعه شيفتد ل اتش وكي، يبقى زي ما عملنا في البارابولا وزي ما عملنا في الاليبس بالظبط. طيب بنحدد مكان السنتر الجديده، بعرفها ازاي؟ نعمل كومبليتنج سكويرد ويطلع الشكل كده x ماينس اتش سكويرد اوفر اي سكويرد ماينس y ماينس كي سكويرد اوفر بي سكويرد ايكوال 1. حولته للستاندرد فور، البوزيتيف هنا مع الاكس والنيجاتيف مع الواي، فده الهوريزونتال اللي هو الهوريزونتال ترانسفيرس اكسس. طيب يا ترى فين بقى السنتر الجديده بتاعتي؟ السنتر الجديده بتاعتي هي اتش وكي. طب وده النوع الهوريزونتال، فاتش وكي بقى ده النوع الهوريزونتال. يبقى عندي هوريزونتال لاين كده هيبقى عليه كل الحاجات، الترانسفيرس اكسس بتاعي هيكون هوريزونتال، والتو فوكاي على هوريزونتال لاين، والتو فيرتسيز برضو على هوريزونتال لاين. يبقى انا عندي الهوريزونتال لاين ده هيكون عليه كل البوينتس بتاعتي. طيب هنا انا عرفت الـ A وعرفت الـ B ومنها اقدر احسب الـ C. جبت الـ A والـ B والـ C، نيجي هنا بقى نمشي مين A نوصل للـ Vertex الأولانية، ارجع شمال A توصل للـ Vertex التانية. طيب لما نيجي بقى نتحرك يبقى نغير في الـ H ولا الـ K؟ نغير في الـ H لأن الـ H هي دي الـ Horizontal، يبقى H minus A و K و H plus A و K. طب انا جبت ال C همشي منين السنتر؟ همشي C يمين هوصل للفيرست فوكس، هرجع C شمال هوصل للسكند فوكس، يبقى H minus C و K و H plus C و K. يبقى جبت ال 2 فوكاي بتوع. طيب جبت ال 2 فيرتسيز، جبت ال 2 فوكاي. طب نرسم بعد كده بقى الاسيمتوتس، عشان اجيب الاسيمتوتس المسافة دي هي 2A. نيجي نطلع فوق ونزل تحت بديستانس B. لما نطلع فوق وتحت ببي، وده خلي بالك ده السنتر بتاع الريكتانجل، نطلع فوق وتحت ببي، ارسم الدياجونالز بتوع الريكتانجل، يبقى دول التو اسيمتوتس بتوعي. رسمت التو اسيمتوتس والنقطتين دول هما التو فيرتسيز، ارسم التو برانشز بتوعي. معلش الرسمه مش مظبوطه شويه. طيب لو كان الهايبربولا بتاعي كان النوع الفيرتيكال، طب انا اعرفه ازاي؟ ابص الاقي الرايت هاند سايد واحد والاقي البوزيتيف مع الواي والنيجاتيف مع الاكس، واتفقنا دايما البوزيتيف هو اللي مع اي سكويرد والنيجاتيف مع بي سكويرد. يبقى ده السنتر بتاعه هو اتش وكي، وده الترانسفيرس اكسس بتاعه فيرتيكال. طب ادي السنتر اتش وكي، اتفقنا ده النوع الفيرتيكال، يبقى انا هيبقى عندي فيرتيكال لاين عليه كل الحاجات الفيرتيز والفوكاي بتوعي.
طيب انا عرفت اجيب الاي وعرفت اجيب البي، اجي من هنا اطلع فوق ايه، انزل تحت ايه، اجيب التو فيرتسيز بتوعي، اجي من السنتر اطلع فوق سي وانزل تحت سي اجيب التو فوكاي، جبت التو فيرتسيز والتو فوكاي فاضل لي الاسيمتوت، اعمل ايه، امشي انا عارف البي، هاجي يمين بي وشمال بي وارسم الريكتانجل بتاعي من السنتر، رسمت الريكتانجل وصل الدياجونالز بتوع الريكتانجلز، يبقى دول التو اسيمتوتس، ما ننساش النقطتين دول هما الفيرتسيز، فنرسم التو برانشز من عند التو فيرتسيز بتوعي. طيب نشوف اكزامبل على الشافتد هايبربولا والسنتر بتاعه ما يكونش في الاوريجين، يعني مش ستاندرد فورم. بقول لك جراف الهايبربولا 4x سكويرد ماينس 24x ماينس 9y سكويرد ماينس 90y ايكوال 153. طيب اول حاجه لازم نحوله لستاندرد فورم، فاحنا هنعمل كومبليتنج سكويرد. نعمل كومبليتنج سكويرد، الجزء بتاع الاكس ده هنعمله كومبليتنج سكويرد لوحده، والجزء بتاع واي نعمله كومبليتنج سكويرد لوحده. طب هنا ناخد الفور كومن فاكتور ما بين الاتنين دول، وهنا ناخد النيجاتيف 9 كومن فاكتور، فهيطلع شكلها بالمنظر ده. طيب طيب بعد كده نعمل الكومبليتنج سكورد، النيجاتيف 6 دي نصها نيجاتيف 3، السكور بتاعها 9، يبقى انا هادي هنا 9 ونسبتراكت 9، وهنا كمان ال 10 نصها 5، السكور بتاعها 25، هنقاد 25 ونسبتراكت 25. فلما نقاد هنا 9 هيطلع منه البراكت السكور داون سبتراكت 9، وهنا نقاد 25 يطلع البراكت داون سبتراكت 25. طيب وبعد كده تسمبليفاي الحاجات دي، 4 في نيجاتيف 9 بنيجاتيف 36، وبعدين هنا نيجاتيف 9 في نيجاتيف 25 يطلع بوزيتيف 225. جمع بقى الارقام دي كلها، ال 36 وال 200 هنا وال 153، جمعهم كلهم في ناحية واحدة هيطلع نيجاتيف 36. طبعا لازم الرايت هاند سايد يكون واحد عشان نوصله للستاندرد فورم، فديفايد على نيجاتيف 36، فهيطلع هنا بعد ما تعمل سمبليفيكيشن يطلع y plus 5 او باور 2 over 4 minus x minus 3 او باور 2 over 9 equal 1. طيب ناخد بالنا البوزيتيف مع الواي والنيجاتيف مع الاكس، يبقى ال 4 دي هي الاي سكويرد وال 9 دي هي البي سكويرد، وده نوعه الفيرتيكال مش الهوريزونت، يبقى الفيرتيكال عشان البوزيتيف مع الواي والنيجاتيف مع الاكس. طيب نبتدي بقى نشوف مكان الفيرتسيز فين. انا عرفت دلوقتي ان ده هو الفيرتيكال والاي سكويرد ب 4 والبي سكويرد ب 9، ومنها نقدر نجيب السي. والسنتر بتاعي بقى السنتر الجديد الاكس شيفتد ب 3 والواي شيفتد بنيجاتيف 5، يبقى السنتر الجديد اللي انا هشتغل بيها 3 ونيجاتيف 5، والنوع ده فيرتيكال، يبقى الفيرتيكال لاين ده هو اللي عليه كل الحاجات. هيبقى هنطلع ايه وننزل ايه، نجيب التو فيرتسيز، هنطلع سي وننزل سي، نجيب التو فوكاي وهكذا. نبدا الاول بالفيرتسيز، ال a squared ب 4 وال b squared ب 9، يعني a squared ب 4 ومنها ال a ب 2، عندي ال a ب 2 يبقى عرفت ال 2 vertices هنا، هنطلع 2 up وننزل 2 down، يبقى جبت ال 2 vertices بتوعي. لما نطلع up و down يبقى احنا مش هنغير في 3، هنغير في negative 5، ال negative 5 لما نقعد عليها 2 هتبقى negative 3، ولما نسبتراكت منها 2 هتبقى negative 7، يبقى انا عرفت ال 2 vertices بتوعي 3 و negative 3 و 3 و negative 7. طيب جبت دلوقتي ال 2 vertices، نروح على الستاب اللي بعدها، انا عندي ال A وعندي ال B، نجيب بقى ال 2 asymptotes. طيب السنتر بتاعي اللي هو 3 و negative 5، طلعت A ونزلت A، خد بقى right B و left B علشان نرسم الريكتانجل بتاعنا. لما نمشي رايت بي ولفت بي اللي هو البي اللي هي 3، نوصل ما بين نوصل الدياجونالز، نرسم الدياجونالز بتاعه الريكتانجل ده، فنقدر نقول دي ال2 اسيمتوتس بتوعنا. طيب لما نوصل التو دياجونالز بتوعي يبقى انا عندي 2 اسيمتوتس. طب يا ترى ده النوع الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ السلوبس بقى بي على ايه ولا ايه على بي؟ طبعا الفيرتيكال هو بلس اور ماينس ايه على بي، ال A ب 2 وال B ب 3 يبقى plus or minus 2 over 3، بس ما نقولش y equal لأن دي shifted عند النقطة 3 و negative 5، فنقدر نقول ال equation of asymptotes y plus
plus 5 equal plus or minus a على b في x minus 3. ما نكتبش هنا y وهنا x. y وx في حالة الستاندرد. نعمل شيفتنج لما ما تكونش ستاندرد. يبقى y plus 5 و x minus 3 ونكتب هنا السلوبس. بعد كده تسمبليفاي فيطلع التو الاكويجنز بتاع التو اسمتوتس. طيب نشوف بقى الفقاعي اخر حاجة. انا عندي الـ A وعندي الـ B. طبعا الـ two branches بيترسموا من الـ vertices. ده الـ vertical اهم رسمت الـ two branches. ونجيب بقى الفقاعي. انا عندي الـ A والـ B. يبقى الـ C squared هي 4 A squared plus B squared يبقى 4 plus 9 يبقى 13. يبقى C root 13. ونيجي من هنا اطلع root 13 فوق نجيب الـ first focus انزل root 13 تحت وبنقيس من السنتر بتاعي. لما تقاد على الواي روت 13 يبقى 3 نيجاتيف 5 بلس روت 13 ونيجاتيف 5 ماينس روت 13. يبقى كده جبنا التو فوكاي بتوعي. يبقى انا كده جبت التو فيرتيز والتو فوكاي والسنتر والتو اسمتوتس والتو برانشز وعملت كل حاجه بالستبس دي. هما ستبس الستبس بنجيب الفيرتيز وبعدين بنجيب التو اسمتوتس وبعدين بنعمل تو برانشز وبعدين بنجيب التو فوكاي. ممكن بقى انت تعمل براكتس مع نفسك تسولف دي. طبعا ده الهوريزونتال علشان البوزيتيف مع الاكس والنيجاتيف مع الواي. لو عايز تشوف البروف بتاع الايكويشن بتاعت الهايبربولا هتلاقي البروف عندك موجود هنا بالستبس بتاعته كامله اللي هو قلنا الديستانس دي ماينس الديستانس دي كابسولوت فاليو ايكوال تو اي بكل السمبليفيكيشنز بتاعتها. لو عندك وقت عايز تبص على البروف والسمبليفيكيشنز فيه طويلة شويتين وفي الآخر نوصل اللي احنا عايزين. انا هنا عامل بروف في حالة الهوريزونتال والفيرتيكال نفس الكلام بالظبط. وبكده خلصنا الكونيك سيكشنز كلهم الأربعة سيركل بارابولا إليبس هايبربولا وبالشرح بالتفصيل بتاعهم. وأظن قلنا مسائل كافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.